هلو جو. ايه باشا افتكرت مش حلقيك؟ سيبها انا قدامك اهو. سيبها حلوه دي. اسيبها عشان تعرف تعمل ايه؟ وانا بروح فين؟ هي ملهاش ذنب في حاجه. ليه ذنب يا جو؟ ذنبها ان شافتني. استنى استنى بس استنى. ده انا مستني لحظه دي من زمان عشان اسالك سؤال. عايز اسالك سؤال مهم قوي. خليت امي تنكرني ازاي يا رفيق؟ ايه؟ مش فاكر. فكرني انت. مستحيل اسيب ديوبه. صباح الخير. بقيت احسن؟ الحمد لله. انا صحيح مش دكتوره بس واخده كورس في الاسعافات الاوليه بحكم الوظيفه بقى. يا رب تكون بقيت احسن. ايه ده؟ وانا عملت لك مشكله تاني ولا ايه؟ لا لسه الحمد لله ان لبنى اللي ساكنه معايا مسافره. وانا هنا بقالي قد ايه؟ من ساعه ما جيت بالليل دلوقتي مثلا 8 الصبح. لازم اقوم دلوقتي حالا. انت من ساعه ما جيت وانت مستعجل، انا عايز افهم في ايه؟ أنا نفسي ما عنديش إجابة. طب رايح فين يا يوسف؟ رايح لواحد اسمه منتصر، معرفوش. هي دي الحقيقة والله. واحد جالي إمبارح وحذرني إن في حد هيحاول يقتلني. ووعدني إنه ممكن يساعدني ويحميني لو جبت له الحاجة اللي في الشنطة اللي هنا ورحت له، يعني الموضوع معقد مش عايز أشغلك بيه. لسه هتشغلني؟ طب أنت هتنزل إزاي وأنت تعبان كده؟ هحاول. طب تعالى طيب نفطر مع بعض ونتكلم شوية. يا جماعه حد يجي يا جماعه اتحركوا شويه يا جماعه مع الضيوف. يا ريت لو حضرتك فعلا ابن خالته تنصحه ان هو يواظب على العلاج ده لو عايز يتحسن وما يضيعليش وقتي. واصل بصراحه انا مش هفضل قاعده مستنيه الاستاذ يوسف لحد ما يحن عليا ويجي ياخد الجلسه ده لو كان اسمه كده فعلا. قصدك ايه يا دكتوره؟ ان احتمال الكلام اللي بيقوله ده ما يكونش صحيح؟ اصل بصراحه يعني حكايته مش منطقيه ومش مريحه، ولا ظهور حضرتك كمان وسؤالك عنه منطقي ولا مريح. في ايه بقى؟ كويس اني اصريت ان اشوف حضرتك، واضح ان انت البيج باس هنا، فهتقدري وهتفهمي اللي انا هقوله لك دلوقتي. اللي هو ايه؟ انا مش ابن خالته، وهو مش يوسف. نعم. امال مين؟ يعني يا دكتورة الموضوع أكبر مني ومنك بكتير. الشخص اللي بيجيلك ده في جهات كبيرة جدا ومهمة جدا بتدور عليه. مش مهم إنك تعرفي التفاصيل هم مين وعايزين إيه، المهم إنك تساعدينا وبس. ده الرقم بتاعي. يا ريت لما يظهر لك المرة الجاية تكلميني على طول، يا ريت ما تخذلنيش في الموضوع ده. فطبعا لو بيهمك سلامتك سلامة شغلك وبيتك. حاجة بس كمان، يا ريت الموضوع ده يفضل بيني وبينك بس. شكرا يا دكتورة. أنا آسف حضرتك. بعسكر اخو زياد بعسكر. تعال. طيب.
اهلا يا يوسف، اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. سيجارة يا يوسف؟ شكر. سيجارة مدموزيل؟ لا ميرسي. يا راجل، سنين واحنا بندور عليك، قلبنا البلد من فوقها لتحتها، وانت اتاريك كنت هربان بره. وعرفت ازاي اني رجعت؟ انت اللي قلت لنا يا يوسف، بس بطريقه غير مباشره. فاكر لما رحت العماره عند شجن ووقفت قدام الكاميرا وقعدت تبص لها كانك كنت بتوصل لنا الرساله وتقول لنا انا رجعت؟ وانا هعمل حاجه زي كده ليه يعني؟ انا عارف الحاله اللي عندك يا يوسف. وعرفت ازاي؟ احنا متابعينك من يوم ما رجعت، من البيت للشركه للحادثه اللي حصلت على الدائري، وبعد كده دخلت في غيبوبه لمده اسبوعين، ولما فقت لقيت نفسك واحد تاني، مش انت يوسف رمزي. يعني انت ورا اللي بيحصل لي ده كله؟ الله يسامحك يا يوسف، ولو انا بقى كنت ورا كل اللي بيحصل لك ده، ايه اللي يخليني اساعدك عشان تسترد شخصيتك وترجع يوسف رمزي؟ على فكره لو تحب انا ممكن اجيب لك رفيق على طبق من ذهب. شوف انا هساعدك لاني محتاج لك، احتاج منك خدمه زي ما منتصر ما قال لك. فين الحاجة اللي كانت في الخزنة؟ حاجة هنا كلها. لقيته يا فارس بيه. ايه ده؟ زي ما انت شايف مفتاح. ايوه مفتاح بتاع ايه؟ انت اللي هتقول لنا يا يوسف. انا اخويا زياد عسكر واتهم بقتل مراته واتحكم عليه بمؤبد، قضى منها لحد دلوقتي 8 سنين، والمفتاح ده هو اللي قافل على دليل براءته، ومحدش غيرك عارف المفتاح ده بتاع ايه. انت اللي هتقول لنا يا يوسف. منين بقى ستك بتقول انك عارف الحاله اللي عندي، ومنين عايزني افتكر المفتاح ده بتاعي؟ حالتك بتتحسن يا يوسف، دي كمان انا عارفها كويس. بعدين يا سيدي انا مش مستعجل، اللي خلاني استناك 10 سنين استناك كمان 10 ايام 10 اسابيع 10 شهور مش مهم، المهم عندي ان زياد يخرج من السجن يترد له اعتباره ويرجع لاولاده. ويا ترى بقى انا برضو اللي كنت قلت لكم ان المفتاح ده فيه الدليل اللي بتدوروا عليه، ولا حد تاني بعلكوا المعلومه وخلع زي رفيق مثلا؟ اتفاقي معاك واضح وصريح، تقولي المفتاح ده بتاع ايه وانا مستعد اسلمك رفيق حي او ميت. يا باشا بس دي مش اجابه. عرفت منين ان المفتاح ده فيه الدليل اللي بتدوروا عليه؟ شوف حبيبي، لو باب الأسئلة اتفتح هيعمل لنا وجع راس ويطلع لنا كله أنا وأنت في دماغنا، فخليه مقفول أحسن. طب قول لي سيادتك أثق فيكوا إزاي؟ إذا كان أنت أخو زياد عسكر، وزياد عسكر ده عارف ومتأكد إن أنا كنت على علاقة بمراته عشان كده قتلها وخد فيها تأبيدة. شوف بقى، شجن دي يا سيدي أسوأ حاجة حصلت لأخويا ولعيلتنا كمان. البت دي كان وشها نحس، شؤم عليه وعلينا كلنا، لدرجة إن هو دفع حياته علشانها. بس نقول إيه بقى يا سيدي؟ القلب وما يريد. هو صحيح لما عرف إن هي كانت على علاقة بيه كان عاوز يقتلها، بس اللي حضرتك بقى ما تعرفوش إن هي كانت على علاقة بواحد تالت،
وكانت بتحبه وبتموت فيه وكانت عاوزة تهرب معاه، لكن الواد ده طلع صايع. مين ده؟ مش مهم تعرف. طيب ازاي واحد تالت هو اللي قتلها ودليل البراءة معانا؟ كفاية أسئلة أول حد كده، والمفتاح هيفضل معاك. لو افتكرت حاجة أديك عرفت المكان، تنور في أي وقت. أنا مبسوط قوي إني شفتك يا جو، وهنبسط أكتر لما أشوفك المرة الجاية. منتصر، خلي العربية توصلهم للمكان اللي هم عاوزينه. تراوي ولا لا؟ رفعت ما كانش هناك، بس مراته كانت هناك، الدكتورة نسمة، وأنا قلت لها على كل حاجة. كل حاجة؟ طيب كشفت لها كل ورقة، قلت لها إحنا بنعمل إيه وبنشتغل مع مين. Mm-hmm.